بنصرف دلوقتي او الصرف الواضح اكتر حاجه في الدوله عندنا مشروعات قوميه ضخمه واستثماريه ضخمه وطرق وشبكه الطرق لها عائد مادي في المستقبل ان شاء الله على المجتمع المصري بشكل عام، وايضا بنصرف مبالغ ضخمه في تطوير العشوائيات والمناطق الغير امنه وشديده الخطوره لتنميه مستواها. في منطقه في النص ما بين لا هي من المناطق او الناس او الطبقه اللي هي بتسمح امكانياتها للاستثمار في العاصمه الاداريه الجديده او حتى مش عارفين طب انا هستفيد ايه من العاصمه الاداريه الجديده، ولا هم ينتموا لفئه العشوائيات، ولكن عندنا مشكلات فيهم زي مثلا مناطق يكون فيها مشكله في الصرف، مشكله في ميه، ومشكله مشاكل زي ما قلت لحضرتك في البدايه لو ما اتحلتش هتبقى عشوائيه. احنا فين من المنطقه ما اتنستش. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا بنشتغل على غير مخطط. الغير مخطط ده اللي هو ايه بقى تعريف الغير مخطط؟ اللي هو قلنا في 230 مدينه، 417,000 فدان، 160,000 فدان غير مخطط. اللي هو يفتقر الى الشبكات، ميه، صرف صحي، كهرباء، تليفونات، طرق، اناره شوارع، غاز، تفتقر الى ذلك. تفتقر الى ان افتح محاور طرق لشوارع ما بيخشش فيها غير التوك توك. صحيح. ده القضيه اللي هي بعد ما خلص دي داخلين على القضيه دي فعلا. مش منسيه، احنا بندرسها ودرسناها. عايز اقول لك انها هتكلف في حدود ما يقلش عن 350 مليار جنيه. احنا طبعا درسناها وعاشناها. ويمكن عايز اقول لك ان ضمن انت قلتي مثلا احنا لازم يكون لنا اخطاء بنصححها في الغير امن. احنا اقتحمنا الغير مخطط في السنتين اللي فاتوا دول برضو معناها مش مكلفين بيها عشان نقدر نجس النبض، نعرف التجربه ازاي اخطانا فين، المشكله فين، عشان لما نخش على كتله كبيره في المشروع نفسه نعمل خطتنا صح. دخلنا على مناطق تجربه والحمد لله نجحنا فيها، في اسكندريه 7 مناطق، في الجيزه 7 مناطق، في البحيره، في المنيا، في الفيوم، مناطق طالعه خلاص نطفت جدا وتحولت لمناطق يعني نقول شيك. تحولت من هنا لهنا. فدي القضيه اللي احنا مدخلين عليها فعلا مش منسيه، اللي هي الطبقه اللي هي بيوتها امنه. احنا لو جينا بصينا على مصر ان شاء الله يعني في المستقبل كده باذن الله في 2022 او بعد 2022 كمان، هنلاقي عندنا مناطق استثماريه ومعماريه راقيه جدا وضخمه جدا وباستثمارات عاليه جدا، ومبقاش عندنا عشوائيات وبقت كومباوندز وبقى فيها كل الخدمات وبنشتغل عليها وان شاء الله نفضل محافظين عليها، وتتحول المنطقة اللي كانت زي ما لو قلنا A B C هتبقى بالمنطقة B، هي اللي هتتحول تبقى مشكلة مصر، منطقة المتوسطة هيروحوا فين او هنطور من حياتهم ازاي. بص انا عايز اقول لحضرتك حاجة، يعني هو ده اجابة بقية السؤال الاولاني ده اللي هو احنا اين المواطن المتوسط الحال بالظبط من العاصمة، التطوير كله العاصمة العالمين الجديدة المصرية كده، اين هو وهو لا يستطيع ان يصل الى حد انه شرائها طبعا كده. طيب احنا عايز اقول ده فكري، انا اعتبريه فكر شخصي وليس فكر دولة. فكر شخصي ان احنا بنقول ان هي قاطرة. الراجل الساكن في التجمع الخامس وفي المناطق دي هو اللي هيروح العاصمة، هيترك مكانه عرض للبيع اللي هو مدينة نصر، مصر الجديدة، هيشتري. اذا حصل ارتقاء للمستوى ده صحيح. يوم جاي الراجل بتاع العباسيه وعين شمس ويروح يشتري في مدينه نصر ويشتري في كذا، يوم جاي الراجل بتاع العشوائيات يشتري، يعني اذا المناطق الشعبيه اذا كله هي قاطره هتحرك حركه السوق العقاري بتاع مصر. كله هيطلع درجه، الدرجه دي كله هيطلعها ورا بعضه. ما ينفعش طبعا ما حدش يقول لي نضحك على بعض لما اقول واحد ساكن في منطقه شعبيه اين هو ان هو يشتري مثلا وحده سعر المتر فيها ب 11,000 جنيه في العاصمه الجديده او 12,000 جنيه، انا ما اعرفش السعر ده، انا بفترض هيقدر يشتري بالسعر ده؟ لا، هيقدر يشتري اللي هو العرض من البيع اللي ارتقى بنفسه درجه. صحيح. اذا فهي قاطره بتشد الناس وراها لغايه ما نوصل. وانا بعترف واقول ان في مشكله دلوقتي في سوق العقار في مصر. حصل له صرعه طبعا، لكن السرعه دي هتوصل بالاخر ان السعر الحقيقي هيطرح في السوق. ما اجيش مثلا انا هشتري هنا شقه ب 5 مليون جنيه اعتقد ان انا في باريس ممكن اشتري شقه ارخص منها بنفس المواصفات. فهنوصل للمرحله اللي هي وغير المعروض. احنا عندنا زي ما جهاز المركز للتعبئه العامه والاحصاء قال لك ان في 10.5 مليون شقه مقفوله، لما القوانين الجديده تدرس في مجلس النواب يصدق عليها هيطرح الكلام ده في السوق. يبقى اذا هتحط قوانين بحيث تجبر اي حد قافل وحده ان هيطرح في السوق كايجار او كبيع. يبقى اذا هيحصل
ظبط لميزان العقار في مصر قريبا جدا جدا، اللي هو هنوصل بمرحلة ان الانسان اللي جابر نفسه يعيش في عشة او يعيش في حاجة غير امنة او في منظر غير لائق بيه، لا هيبقى متاح للموضوع ده مستقبلا ان شاء الله. لكن هل هو على القريب العاجل؟ ما اقدرش اوعد حضرتك بدي.